الاتصال بقى بس ركز ماشي اللي هم الاثنين عدايا هم الاثنين عدايا متجوزين ولاد خالة متجوزين بنات بنات خالة الجماعة التانيين اللي سايبهم دمك محمود رحمة الله عليه هو أبوهم وأمهم والأمر النايف كل حاجة بالنسبة لهم محمود اللي الله يرحمه هو كان الكبير بتاعهم كانوا مكبرينه في الإيه؟ في موضوعات لما حصل خلاف بين عبد الحميد وزوجته بعد أربع أيام بالظبط من الخلاف لقيت ابن خالهم الاثنين بيرن عليا شخص آخر يعني أيه. قال لي عبد الحميد ابن خالهم ده يبقى إخوات الستات يعني ولا إخوات السيدات؟ أيوه مين اسمه؟ أيمن أحمد الجاهل أيمن أحمد؟ لا أيمن أحمد ده ابن عمهم ابن خال عبد الحميد خال عبد الحميد ابن عم مراته ابن عم مراته قال لي محمود وعبد الحميد هيقعوا مع بعض قلت له لا يا عم بنشوف الموال ده ونشوف رحت قال لي ده تعالى ياسر وبيش ابو محمود قاعد عندنا اهو رحت لقيت ياسر اخو المجني عليه قاعد والحاج احمد الجرم واولاده اهي يا جماعه الموضوع ده يا عبد الحميد بجيب لك مراتك قال لي العشره استحلت ما بيننا قلت له طب خلاص طالما كده ما نبقاش ناس حلوين وبنحل مشاكل الناس في البلد ونقف قبل بعض لما مؤاخذه في المحاكم ما تيجي نقعد قاعدة عرفية ونفض الست دي زي الناس ما تحكي. ولما استحكمت الخلافات بينهم في وجود ابن عم الزوجات قلنا طرحنا ان احنا نقعد قاعدة عرفية ونحل الخلافات بينهم. مضيته على وصف. مضيت عبد الحميد على وصف. مضيت عبد الحميد على ايصال امان. على ايصال امان. ماشي وغير. طلعت بره اتصلت بمحمود. اتصلت بمحمود الله يرحمه. يا ابو فرج عايزين نحل الموال ده. قال تحله ازاي؟ قلت له الست دي شاكيه جوزها عشان ايه؟ قال حقها. قلت له انا وانت مديلها حقها. انت عنها وانا عن عبد الحميد وبما يرضي الله زي الناس ما تحكم الست دي لها واحد اثنين ثلاثه انا الملزم. مالكش دعوه بعبد الحميد. وقال عندك حاجه ليا تاني. لو الناس حكمت للعيال بألف انا هدي اثنين لان دوم عيالي وان حكموا باثنين هدي ثلاثه. يا ابو فرج قال لي ده المحكمه يا ابو فرج ابو سليم ابو محمود رفض قال لا تحل حل في المحكمه. تاني يوم الساعه 10 الظهر لقيت ام عبد الحميد اللي هي حماتي بترن عليا قالت عم محمود عمل محضر في عبد الحميد والمباحث بقى. عرفت تاني يوم ان محمود عمل محضر لعبد الحميد اللي هو حسام. كان محضر محضر عامل له محضر سرقه اسم مراته سرقه سرقه ذهب بالاكرام. ضربت على محمود. كان عامل له محضر سرقه ذهب بالاكرام من ضربه. كلمت محمود يا ابو فرج انا بحبك واللي بيحب واحد بينور له طريق. ان كنت انت مفكر ان بتاع النهارده دي هتكون بعيد عنك انا عن نفسي احلف على المصحف ان البنت دي ما تعدي بشارع المركز الا برايك انت. ومش عايزين نختلف مع بعض زياده عن كده. قال لي انا ماليش دعوه ده جه في المركز عبد الحميد وزعق. وكلمته قلت له اللي بيتم ده بيتم بمعرفتك. قال لي انا ماليش دعوه بالموضوع. حتى محمود خلى مجبر المنطقه ضرب على عبد الحميد قال له مراتك موجوده في المركز بتعمل فيك محضر. تعالى بسرعه عشان تعمل فيها محضر انت روحي عشان تكون انتوا الاثنين عشان يوصلوا يا سيدي يا سيدي. راح عبد الحميد عم دخل المركز طلعوها من الباب الخلفي من ورا اللي هي مراته. نعم. لما دخل يعمل محضر عملوا له محضره عادي وقالوا له تعالى انت فيك محضر هنا هو دخل عبد الحميد الحاج ودخل الحجز وطلع على النيابه. قعدنا بقى لما دخل الحجز فيه مفاوضات يا محمود نروح ده يقول لك محمود الامر الاول والنادي نروح لده يقول لك محمود نروح لعمامة ما فيش غير محمود اللي قال لها تنزل تنزل يا ابو فرج عايزين الباب يفضل موارد بين الراجل والراجل لان ده محضر السرقه ده قبل الواقعه دي قد ايه؟ كان قبل الواقعه يجي بشهرين ثلاثه او اربعه انا في طريق مراته ما زالت بس انت يا طلعت هو طلقها شرعا. طلقها غياب يعني لا. طلع على الاضراب. هو رمى عليها اليمين في حاله الوقعه لما مسكها. هي مش مراته شعوذ بتاعنا ولا طلق شافه ومن الرئيس بيتكلم فيه والجرم بيتكلم فيه.
هو لما ضربته ونقحت عليه وده ثلاث طلقات بلزوم ومتفرقين. يعني شافه هو كده مش عند لا العالم دي عايشه في الشق بتاع الطيبه ولذلك برضه بتلاقي الشيء احنا ما اختلفناش يعني بس هو يعني الموضوع شرعا كده الى الله شرع امام ربنا. لو ان يعني الفتاوى تشرح ان الثلاث طلقات في مجلس واحد قسم واحد اذا لم يكن هناك مؤثرات خارجيه وكان الشخص في واحد في بعض الفقهاء فعلا قالوا ثلاثه انما الغالبيه العظمى من الفقه قالوا تعتبر طلقه واحده. معروف كبير في مصر ان الثلاث طلقات تعتبر واحدة وده رأي الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. مألوف كبير في بس وده الرأي الغالب في مذهب الفقه اللي احنا ماشيين عليه. هو رأي للتيسير يعني وليس خطأ لأن هو يعني السلف الصالح قالوا كده. صحيح. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ما أنت كلمت محمود وقلت له كده كلمت محمود قال لي المأمور زعق معايا وقال لي روح حين الموالية. ومحمود قال لي ان المأمور قال له روح خلص الموضوع ده. قلت له يا ابو فرج هات البنت ديت ونطلع على المركز دلوقتي تتنازل لجوزها وعشان نروح كده نسيب الباب موارد ان نتكلم في صبح انها نروحها. راح ما ردش عليا. المهم بالنهايه بات عبد الحميد في السجن. الليل بقى حضرتك الراجل اللي هو الكبير بتاعكم ده الحاج احمد الكريم ضرب عليا قال لي كتير. قلت له انا عند عبد الحميد رايح اروح. فقال لي انا بيت عبد الحميد مش مروح الا لما انت روحت لقيت الحاج احمد وعم نسوانهم الاثنين وكان عبد الحميد موجودين في بيت عبد الحميد. قلت له ما فيش امرنا الا الله ما تعرض عليا الصبح. قال لي طب وانت رايح الصبح رن عليا عشان اجي معاك. فالمهم الراجل مشكورا جه معانا وراح من النيابه وعبد الحميد روح. الوصل بقى اللي كان عبد الحميد مضى عليه قلت له اتفضل الوصل دوت ان كده بقى يبقى مش الطرف الثاني بقى الطرف الثاني راح. ثاني يوم جه راجل برضه من ال كبير اسمه الشيخ ابراهيم العكرمي راجل بيقعد في اعدام. يا عبد الحميد انا الطرف الثاني كان عندي دلوقتي. الطرف الثاني اللي هو انا سايبه واخوانه كانوا عندي دلوقتي. والموضوع منهي وقالوا لي بس هات لنا وصله على عبد الحميد. فعبد الحميد قال له يا عم الشيخ انا بديت بالخير بدل المره كم مره يبدو هو هم مره. فانا قلت له لا خليك دائما بادي بالخير واللي بيدي بالخير ربنا بيكرمه. انت تجيب لك دفتر وصولات هنا اللي يجي لك امضي له على وصل. مضى على وصل الشيخ ابراهيم العتريه. مضيته على وصل الحاج شاكر كامل. مضيته على وصل الاستاذ مظهر الديميري وكل ده ولا حياه اللي مات ومات. خلاص امرنا على الله. ويا ابو فرج الست دي شافت جثه يبقى تشتكي جثه في حدود حقوقها الزوجيه ما نخشش في حاجات تانيه. بعدها مش ثلاث اربع ايام لقينا ابن محمود اسمه فرج دكتور في كليه الطب مشهر بابو الراجل ده على النت انهم حراميه ومصوره بانبوبه ويلي 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 والراجل ده كان راجل من حسن الناس في البلد. من حسن الناس في البلد. وبعدها بفتره فرج ابن المرحوم محمود كان مشير على النت حاجات ان ابو عبد الحميد كان سارق انبوبه وانه الناس حراميه. وبعدين فضلت العمليه دايرة بقى كده تخبط يا جماعة ربطة العملية كده دايرة تخبط يمين وشمال ده ما حصل لدرجة ما رحنا عند الأستاذ أحمد زايد شغال هنا في الوقت وإيه عايزين نحل قلنا له إحنا إيدك دي إيدك هات الناس دي يا إما يشتكوا بالمعروف مشكلة بقى وكل يوم زعيق وشتيمة والأب ده يتعاقدوا معاه والأب ده يا يشتكوا بالمعروف وزي المحكمة ما تحكم يا يجوا زي ما تحكموا هنجيبه. فقال لي سيبني يومين ثلاثة. سيبناه يومين ثلاثة بعد أسبوع ضرب علينا رحت أنا وأخويا الأكبر مني وعديلي جوز أخت عبد الحميد عند الأستاذ أحمد السيد. قال أنا غلطت من الناس ديت والآخر ما زهقت جبت البنت اللي هي مرات عبد الحميد وأمها هنا النهارده
وقعدت معاهم، هم وافقوا بس خايفين من جزئية. قلت له ايه هي الجزئية؟ قال بيقولوا ان القاعدة العرفية لو حكم لنا بالعزال والحاجات دي، لكن في الفلوس اللي هي شهريا هيدفع شهر ومش هيدفع التاني. قلت له انا ملزم بالكلام ده معاه، زي ما تحكموا اخر الشهر الفلوس اللي حكمتوا بيها مني. قال قاعد اخويا بقى اللي هو مش نسيبه قريبه، قال له انت يا حاج عبد الهادي؟ قال له وانا يا استاذ. جه الثالث اخر ما كانش موجود اللي هو عديد، قال له عايزينك تضمنه. قال له اضمنه. قال فرد قال انتوا يعني متاكدين مني ليه؟ قلت له يا استاذ احمد احنا متاكدين، اما اهرم لقريبي احسن ما تيجي مشكله، احسن ما تيجي مشكله. يبعتوا عيال عبد الحميد قاعدين في بيت محمود، قعدوا 3 اشهر في بيت محمود، يبعتوا العيال عند بيت ابوهم بقى، يروحوا يقولوا لهم ده درج الدنيا مش راضين ياكلونا. سبتهم طبعا الست احنا هنا تعيط اللي والواد من فاتح التسجيل بيسجل الكلام، يسجل لهم الكلام ويروح ينقل. بعد الواد ما مشى لقيت محمود بيضرب عليا بيقول لي ينفع كده؟ قلت له ايه ينفع ايه؟ قال عمالين يقولوا. قلت له يا محمود الكلام معلش مبالغه، معلش وده هيعلق على الكلام مش رايح ولا جاي. يا محمود انا بعزك، يا محمود احنا عايزين نفوت الموال ده، لان الموال ده هيورط الدنيا. الناس احنا سايبهم دمة ناس عقلهم تعبان وما بيستجابوش لحد. يا محمود انت المؤثر عليهم. انت حضرت وقعة الخناقة دي؟ لا هو مشى من عندي قال انا رايح على زينها. وقعت نقطة المبنى بإذن الله ومشى من عندي وأنا سمعت الكلام بعد كده من الناس. عايزين نقول أنا ده قبل قبل ده الشيء الثاني. سؤال بس يا فندم اتفضل. نزلت المحكمة بس هل شهدت وقعة القتل في حق المحكمة؟ ما لسه المحكمة مش لسه سألها دلوقتي ولا؟ رمضة عبد الحميد مثل إبراهيم إسماعيل اشهد بالحق ولا اقول الا الحق ولا اقول الا الحق. عنده صوتك بقى عشان الراجل ده يسمع. سير ما علاقتك بالمتهم عبد الحميد عبد الله ابراهيم عيسى والمجنى عليه؟ علاقتك ايه بعبد الحميد؟ ولا اعرفه خالص بالله العلي العظيم. انا داخل اليمين ولا اعرفه مين ولا ابن مين. انا معدي بظروف في عطارين ما بين العصر والمغرب ماشي؟ انا لا اعرف لا المتهم ولا المجني عليه. بالله ما اعرف. من المسير؟ انا من عزبه جنب المسير. عزبه ايه؟ عبد الله السيد. انا من عزبه اسمها عبد الله ايه؟ عبد الله السيد. من عزبه عبد الله السيد جنب المسير. تابع المسير. تابع المسير. اه. سين علامه تشهد اللي حصل ان انا معدي بين العصر والمغرب. ايوه. قدام بيت مين بقى؟ من قدام بيت المبنى عليه. قدام بيت المبنى عليه محمود. لقيت ايه؟ لقيت جوز حريم بيخبطوا في محمود في عبد الحميد. بيخبطوا في ازاي؟ بيضربوه ويحدفوه بالطوب والشباش. بيضربوه؟ بيضربوه. جوز الحريم ثم اثنين مراته. لقيت الحريم بيضربوا محمود بيحدفوه بالطوب؟ بالطوب والشباش. بالطوب والشباش. بيحدفوا عبد الحميد مش بيحدفوا عبد الحميد. ايوه بيحدفوا عبد الحميد اللي هو
بحلف عبد الحميد بالطوب والشباشة. أنا راجل تعبان أزقه كده مرة. جوز الحميد دول مين بقى؟ مراته ومرات المبنى عليه. وجوز الحميد دول مراته ومرات محمود. أنت بتعرفهم؟ هم قرايب بعض هم. عارفهم يعني الستات دول عارفهم؟ والله ما اعرفهم برضه. ولا تعرفهم؟ ان انا معدي ان هم في التصوير. عرفت ان هم مراته ومراته خطر. بيقول بهم عبد الحميد ابن خالد محمود. وعادين البعض. وعادين البعض. وعادين البعض. وعادين البعض. وجوز الحريم اللي هم كانوا بيشتغلوا معاملين مع الحميد ونزلوهم ضربوه. طيب هم الجوز الحريم كانوا بيحدفوا طول وشباشب على عبد الحميد. طيب. وبعدين؟ ازقه كده ما نقدر عليه يا ابني اضرب النسوان دي ما لكش دعوه بحد. بزق عبد الحميد الاول. يا عبد الحميد عيب كده. دخلت ازق عبد الحميد فتزقه ليه ده من ضرب؟ ومش مهم يا ابني ماشي الله يرضى عليك. من ضرب. من ضرب المهم ازقه فيه من الترعه وفيه البيت قدامه واحد. ازق عليه ما نقدر عليه. وارجع على محمود الله يرحمه. يا محمود عشان خاطر اضرب النسوان دي ما تكونش من هنا. ازق لحد بيته. تكتب ولا ما تكتبش؟ ازق عبد الحميد عشان امشيه. لا عبد الحميد عشان امشيه ما قدرتش عليه. ما قدرتش عليه. ايوه. اروح لمحمود اقول له مشي مشي الحريم دوت واضربهم واقطع الموال ده لا تجيبه غلط لبعض ولا قدرت على ده ولا على ده. اقطع الموال ده عشان ما يحصلش غلط. عشان ما يحصلش غلط. ما قدرتش عليه. وما قدرتش ولا على ده ولا على ده. ولا قدرت على ده ولا على ده. ماشي وبعدين؟ وبعدين انا مشيت على كده. دي اللي شفته. وبعدين انا مشيت على كده. اللي شفته. حضرتش بقى الضرب ولا خط. شفت دم من داخل يمين ربنا يحاسبنا عليه. ما شفت اي ضرب ولا اي خط. اللي انا شفته. وبعدين انا مشيت وما شفتش بقى ضرب ولا اي حاجه ولا دم ولا اي حاجه. ده اللي حصل منه. سي امام يمين الله. هل تعرف شخص متهم والمجمع عليه من قبل؟ يعني انت عارف عبد الحميد ده من قبل كده؟ لا انا عارف محمود ومش عارف عبد الحميد. محمود ده انا عارف. انا عارف انا كنت عارف محمود كويس بس انا ما كنتش اعرف عبد الحميد. ما اعرفوش ابن مين ولا مين دار مين ولا من عيلة مين. هل تعرف السيدتين اللتين اشرت اليهما انفا؟ انت عارف الستات دول عارفهم يعني؟ ما اعرفوش. انا ما اعرفهمش بس انا عرفت انها مرات محمود. مرات محمود ومرات عبد الحميد. ومحمود ابن خالد عبد الحميد الله يرحمه. سين هل عرفت سبب المشاجره بين السيدتين والمتهم؟ عرفت هما بيتخانقوا على ايه؟ انا عايز اقول لك انت حلفتني. بقول على اللي شفته. انا معدي بالصدفه وانا قلت على اللي شفته. ما اعرفش اكتر من كده. ما تعرفش اكتر من كده. ولا حرف واحد. ولا حرف واحد. حلف يمين الله. وانا حلفت يمين الله. يحاسبني على ربنا. طب هتطلع كل حاجه بقول لك مش ولا حرف. عايز ده ما خلاص. لا ده المخرجين ده. لا انا هتخطى حدود الله. ده حاجه خطه ضبط الحياة. Thank you.